ما كاينش بلوكاج. البلوكاج شنو هو؟ من الواحد كيفقد الاغلبيه، شي واحد اخر هو اللي كيسير. ما عندناش هذا الاشكال، حنا عندنا اغلبيه ديالنا وصامده الاغلبيه، وندوزو اللي بغينا وما ندوزوش اللي ما بغيناش. حنا الذي نعاني منه هو الفوضى. حنا الفوضى ماشي الناس ديال الفوضى، ما كنعرفوش الفوضى. الميزانيه فيها قانون، كاين قوانين، كاين مواد في القانون 113 17 هي اللي يعني هي اللي كتسير هادشي. حنا الاجل ديال 15 نوفمبر اللي خصنا نصوتوا على الميزانيه ديالنا فاتنا، اذن دابا وزاره الداخليه هي اللي غتوضع لنا الميزانيه، ويعني مجموعه ديال المواد كتعطيك يعني الاحاله كيفاش غتوضع الميزانيه وفق اخر ميزانيه يعني التي صدق عليها، وهي ميزانيه 2019. اذا حنا مطمئنين ان شاء الله ان غادي تزينا ميزانيه في الوقت ديالها بالامور اللي نبغيوها باش نسير بها بلديه العاصمه. حنا لسنا مسؤولين على الفوضى باش نديروا مبادرات، لسنا مسؤولين. حنا يدنا دائما مفتوحه، ودائما مفتوحه، والمكاتب ديالنا مفتوحه، ولكن مفتوحه للناس اللي بغاو يستغلوا بجديه لازمه وتحت القوانين. شي حاجه اخرى ما كنعرفوهاش، مرحبا. حنا الناس راهم مشاركين معنا في المجلس، راه عطيناهم لجان كيتراسوها، شاركناهم في مجموعه ديال اللجان اخرى موضوعاتيه شاركناهم فيها، وما خصهم يشهدوا على نفوسهم في هذا الشيء. اذا شنو بغيتي نديروا لهم؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.